من هذا القتيل؟ إنه ليس من عشيرتنا. انتظروا، إنني قد رأيت هذا القتيل من قبل، ولكن أين؟ أين؟ لا تلقي الكلام جزافا. صدقني إني قد رأيته من قبل. انتظروا قليلا ودعوني أركز. لقد عرفته، إنه السيد عايم الثري. ماذا؟ عايم؟ إنني أعرف السيد عايم. نعم، إنه السيد عايم. يا لها من مصيبة كبرى. إن عشيرته كبيرة وستحدث مشاكل كبرى بسبب قتله. فليحدث ما يحدث، وعلى القاتل دفع الثمن. هيا فلنخبر أهله على الجريمة. السلام عليك يا موسى. ويرد موسى السلام، وعليكم السلام، ثم يطلب منهم الجلوس. لقد جئنا لك يا موسى في أمر خطير، ونريدك أن تساعدنا فيه. لقد قتل عمي عايم اليوم وألقي في الصحراء، ونحن الآن حائرون ولا نعلم من قتله. نريدك أن تسأل ربك من الذي قتله كي نئد الفتنة التي انتشرت في العشيرة. إن في هذا العمل خيرا كبيرا يا موسى، ولا يوجد أحسن منك في فعله. ووافق موسى على الطلب، ولجأ موسى إلى ربه ودعاه أن يظهر القاتل، فاستجاب له ربه فأمره أن يأمر قوم عايم بذبح بقرة حتى يعلموا من الذي قتل عايم. وذهب موسى في الصباح إلى عشيرة عايم لكي يخبرهم بما قاله الله بشأن القتيل. هل أخبرك ربك بالقاتل يا موسى؟ ويقول لهم: إنني سألت ربي أن يظهر القاتل، فأخبرني أن آمركم أن تذبحوا بقرة لكي تعرفوا من القاتل. ماذا؟ نذبح بقرة كي نعرف من القاتل؟ أجئت إلى هنا لتسخر منا يا موسى؟ أما زلت تمارس ألاعيبك السحرية؟ ويخبرهم موسى أن هذا هو الحق من ربهم، فإذا أرادوا أن يعرفوا من القاتل يجب أن يذبحوا بقرة. واستعاذ بالله أن يكون من الجاهلين، أو إن كان يسخر منهم. وما نفع البقرة في حالة القتل؟ إننا أخطأنا عندما طلبنا مساعدتك يا موسى. بقرة؟ نذبح بقرة كي نعرف من القاتل. ونرى موسى يصبر عليهم ويخبرهم أن حل القضية يكمن في الذبح، وطلب منهم أن يذبحوا بقرة وسيرون النتيجة. موسى! يا موسى! سنذبح البقرة يا موسى. نعم، ولكن نريد أن نعرف، أهي بقرة كالبقر الذي اعتدنا عليه، أم بقرة ليست مثل البقر؟ ادع ربك ليبين لنا هذه البقرة، فإن البقرة تشابه علينا. مرحبا يا موسى، فلتجلس. ها، هل دعوت ربك لكي يخبرنا أكثر عن البقرة؟ ويخبرهم موسى أنه دعا ربه وقد استجاب له ربه. هيا موسى،
هيا أخبرنا بالمزيد عن هذه البقرة. ويجيب موسى ويحدد البقرة أكثر ويقول إنها بقرة وسط، ليست بمسنة وليست بفتية، في أواسط العمر. ها؟ هل هذا ما أخبرك به ربك؟ يوجد الكثير من البقر متوسط العمر، ليس بفتي ولا بمسن. نعم يا موسى، إن البقر كثير وسيتشابه علينا بهذا القول. لا عليك يا موسى، فلتدعو ربك مرة أخرى أن يخبرك بلون البقرة حتى يسهل علينا الأمر. نعم يا موسى، فلتدعو ربك بأن يخبرك بلون البقرة، هذا سيسهل علينا من الأمر الكثير. يا موسى تفضل تفضل. هل دعوت ربك ليبين لنا ما لون البقرة؟ ويخبرهم موسى أنها بقرة صفراء فاقع لونها، تسر النظرين. ماذا؟ صفراء فاقع لونها؟ إن البقر الأصفر كثير يا موسى. نعم، إن البقر الأصفر كثير، فلتضيق الوصف على البقرة أكثر يا موسى، إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. لقد أنهى موسى ما عنده، فهل حقا ستبحثون عن البقرة؟ إنني ما زلت أفكر في الأمر. وماذا عنك يا بنيامين؟ إن حديث موسى لا يعجبني. إذن فاتركوا الأمر وتناسوه. لا، لن أنساه، وسأبحث عن البقرة، وإذا وجدتها فسوف أشتريها وأرسل بها إلى موسى. إذن فلتبحث عنها بمفردك، فأنا لن أدخل في هذه اللعبة. وأنا لن أبحث عنها. هي ماذا تريد أيها السيد؟ إنني أريد أن أشتري منك هذه البقرة بأي ثمن. قال لهم موسى بعد أن وجدوا البقرة: اذبحوها. وأمرهم موسى أن يقطعوا بعض البقرة ويضربوا بها على جسد القتيل. حييم ابن أخي هو من قتلني. إذن
أنت من قتل عايم.